هاي ليديز، اللي ما غادي نصايبو براونيز بالشوفان وبلا فران. درت البيض، البيض انا درت هذاك الجاهز، يمكنكم ديروا جوج بيض ديال البيض وزدت نص بنانه وخلطتهم. هنا زدت بروتين ديال الشوكولات، انا عندي هذا واجد، يمكن لكم ديروا غير الحليب بالشوكولات. وعاد زدت شوفان، هذا نص كاس ديال الشوفان. انا كيجوني ساهلين هاد الكويسات نعبر بهم، وساهلين حتى في الحساب الا غادي تحسبي الكالوريز داكشي علاش كنستعملهم. وهاد البينا بارر هذا فيت، هذا ناقص في الكالوريز، هي زبده الفستق. زبده الفستق هنا هي نديرها انا غبره، يمكن لكم ديروا جوج من هادو الا كانوا عندكم، جوج معالق صغار، ولا ديروا معلقه واحده ديال الزبده العاديه ديال الفستق، هذه ناقصه بزاف في الكالوريز داكشي علاش كنستعملها. اول مره صراحه نجرب هاد البراونيز، وصراحه جات بنينه بنينه، حتى بنتي كلات منها دو مورسو. هنا درت الكاكاو، الغبره ديال الكاكاو، وعاد هاد الحبيبات ديال الشوكولات، الشوكولات ديال 60%، هذا كاكاو حتى هو طالع. صافي هنا كندهن بهاد البان زيرو كالوريز، هذا ما فيهش السعرات نهائيا، والعافية تكون مهيلة ما تكونش مجهدة. ونغطيوه. صافي ملي كتقبض في راسها شويه كنقلبها تاني للجهه الاخرى ونعاود نغطيها، وبما طابت نحسبوا الكالوريز. بناء على طلبكم غادي نحاول نشرح الابليكاسيون ديال ماي فيتنس بال بالزربه. هذه هكذا كتكون في الاول بحال هكذا، الا كان عندكم نتوما التليفون بالفرنسي كيكون كلشي هادشي بالفرنسي. بعد ما كتدخلي لي زانفورماسيون كيعطيوك شحال خاصك السعرات، انا عطاوني 1660 سعره هنايا. كتدخلي بريكفاست الفطور، بحال مثلا انايا شنو درت دابا ديك البراونيز غادي نحسبهم، نكتب هنا في هاد السيرش كتكتبي شنو باغا تدخلي. انا غادي ندير شوفان اوتميل، بحال هكذا. شوف انا ديما كيكون فيه 150 في نص كاس، هي هذيك انا درت انا نص كاس. ندخل كوكو باودر، هكذا هذاك الكوكو باودر حتى هو فيه 15 كالوريز، هو هذا ندخلها. معلقه نيت اللي درت وحده، غادي ندخل عاوتاني نص بنانة، هاف بنانة، هاف بنانة هي هادي فيها 45 كالوريز، هي هاديك. كتكملي بحال هكذا، كتدخلي كلشي لي زانغريديون. البيض هنا درت نكتبو ايغ وايتس، حين درت غير البيض ايغ وايتس. هنا خرجوا لي بالجرام، انا غادي ندير بالوحده مثلا. هنايا كتبدلي نو، شوف هادي نرجعو، كتختاري هنايا اشنو بغيتي انتيا ديري، مثلا تحسبي بالوحده بالوحده. انا غادي نحسب بالوحده بالوحده، هنايا درت جوج بيض البيض، غادي نكتب جوج بيض البيض، هي 96 كالوري فيهم جوج. اوكي، ونكمل داكشي الاخر. الى غادي تسكاني مثلا بحال هكذا، كتمشي لهاد باش تسكاني الباركود، هي هادي، كتكليكي هنا و
مثلا كلي انا صايب هذا سكاني خرجت لي 80 كالوريز في 16 حبيبه، دوك الحبيبات ديال الشوكولات. هنا انا ما درتش 16، درت غير 12. غادي نكتب 12، كتبت غير 12 يعني 12 هما هادوك، خرجت 60 كالوريز. ديري ليها اد، باقي ليا مازال هذاك بروتين تا هو نسكانيه، هو هذا كوم سا. غادي تسكاني ديك الباركود، خرجت لي 190 فيه كامل، انا ما درتوش كامل، غادي ندير غير الكاب. شحال درت؟ نص كاس. غادي ندير كاب بحال هكذا، نص كاس 0.5 هكذا، هي 76. لقاش حاجه نسيتها، ما عقلتش اش نسيت، اش نسيت، اش نسيت. وي باقي ليا هاد ال بينابار اللي ما سكانيتش، غادي نزيد حتى هو بحال هكذا، غادي ندير ليه غير سكاني. هي هذيك 50 كالوريز في جوج معلقات، هما هذوك اللي درت انا. فوالا المجموع ديال كلشي فيه 492، 492 مقسومه على 4، حيت انا قسمتها على 4. غادي هي هذيك قلت لكم مقسومه على 4، غادي تخرج ليا 123 في الوحيده، وزائد داك الايس كريم اللي درت وحده كلها فيها درت فيها 90 كالوريز. النص ديالها هي 45، يعني ديك 123 زائد 45 هي 168 في داك السناك كامل. نشوفو النوتريشنز، غادي نشوفو الماكروز شحال في داك الشيء كله. كاين بروتين هنايا 37 غرام ديال بروتين، 67 غرام ديال كربوهيدرات، والفات قليل. يعني هاد الشيء كامل تقسموه على 4 باش تعطيكم كل حاجه شحال فيها. That's it. ما صعيبش، ندخلوا لي زانغريديون كاملين حاجه بحاجه وشويه ديال الصبر. اي فوالا كتجي غزاله، جربوها وردوا لي الخبار، وما تنساوش الاشتراك ولايك، وسي يو ان ذا نيكست فيديو.